يوم أمس أطلقت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة تحرير الفلسطينية واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة 75 حملة التدوين الإلكتروني العودة حق إحياءً لهذه الذكرى. وأطلقت الحملة خلال لقاء في قاعة بلدية البيرة تحت واسم العودة حق بحضور محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام ووكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أنور حمامة وجمع من الفعاليات الوطنية والمجتمعية إلى جانب مجموعة من المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي. ويسعدني مباشرة أن أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير السيد أنور حمامة. يسعد صباحك سيد أنور وأهلا بك. يسعد صباحك والسادة والسيدات المستمعين. تحياتي لك. يعني بداية سيد أنور اسمح لي أن نتحدث عن حملة التدوين الإلكتروني تحت شعار العودة حق إحياء لهذه الذكرى 75 والتي تصادف هذا اليوم. نتحدث قليلا عن هذه الحملة وما الأهداف منها. هذه الحملة قام بها أطلقتها دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينية بمبادرة من مجموعة من الشباب الفلسطينيين المدونين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. هذه أداة نضالية جديدة تستخدم وسائل العصر الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل الترويج للسردية الفلسطينية التي تتعلق بنكبة شعبنا العربي الفلسطيني. فبالتالي هناك مدونين من غزة ومن الضفة ومن أيضا من الشتات الفلسطيني أطلقوا البارحة عاصفة إلكترونية، وطول الليل شهدنا تداعيات هذه العاصفة الإلكترونية التي أطلقوها تحت عنوان العودة حق. وكان هناك تفاعل كبير من أبناء شعبنا ومن العالم، وتم بث ونشر عدد مهول من الصور والفيديوهات والمواقف من مشاهير ومن فاعلين ومن لاجئين في كل أماكن التواجد الفلسطيني تحت هذا الهاشتاج، ونأمل أن يتحول إلى ترند عالمي. نعم، يعني أيضا ربما يعني سيد أنور برنامج الفعاليات لهذا العام لهذه الذكرى أيضا مختلفة، في مساء هذا اليوم سيكون هناك خطاب لسيادة الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة التي تقام لأول مرة منذ العام 1948 في مقرها في نيويورك. يعني ما أهمية هذا الخطاب بتحديده؟ هذا العام يكتسي أهمية خاصة لأن معركة كبرى جرت، معركة دبلوماسية جرت في أروقة الأمم المتحدة لتثبيت اعتراف الأمم المتحدة بالنكبة الفلسطينية. هذا إنجاز دبلوماسي فلسطيني بعد 75 عام تم الاعتراف بوجود آثار هذه النكبة، وسيجري إحياء ذكرى النكبة في أروقة الأمم المتحدة بفعالية رفيعة المستوى سيحضرها الرئيس أبو مازن، وسيلقي فيها خطاب دولة فلسطين الذي سوف يؤكد فيه على حقوق شعبنا وفي المقدمة منها حقوق اللاجئين وفق القرار 194. نعم، إن أردنا التحدث اليوم عن اللاجئين في يعني الفلسطينيين في مدن مختلفة سواء في الدول الأوروبية أو الدول العربية، إن أردنا التحدث عن الوضع العام لهؤلاء اللاجئين ودوركم أنتم كأيضا دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية في هذه المناطق اليوم لإحياء هذه الذكرى. الذكرى 75 للنكبة، الشعب الفلسطيني تضاعف عدده ليصل اليوم إلى 16 مليون فلسطيني حول العالم، نصفهم لاجئين، عفوا 14 مليون، وأيضا هناك أكثر من 77 مخيم رسمي وغير رسمي داخل فلسطين وفي الدول المضيفة في الأردن وسوريا ولبنان يقيم بها اللاجئين الفلسطينيون. وأيضا هناك مجموعات واسعة من اللاجئين يعيشون في كل دول الشتات في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأستراليا وآسيا. بالتالي اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات يعيشون أوضاع صعبة، لا زالت أوضاع اللاجئين تعاني من نسب عالية من الفقر والبطالة. بالمناسبة في مخيمات لبنان وسوريا نتيجة الأزمات
الحرب الموجودة كانت في سوريا وتداعيات الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا، تضاعفت نسب الفقر اللي تصل في مخيمات لبنان وسوريا إلى أكثر من 90%، وفي مخيمات غزة أكثر من 50%. فبالتالي هناك أوضاع اقتصادية واجتماعية غاية في السوء، هناك أزمة طاحنة تتعرض لها وكالة الأونروا من حيث التمويل، الذي أدى أيضا إلى تراجع الخدمات، فبالتالي تراجع أوضاع الناس داخل المخيمات. مطلوب إسناد الوكالة في هذه المناسبة في الذكرى 75، نذكر العالم بمسؤوليته تجاه وكالة الغوث وضرورة أن يتم إسناد هذه الوكالة من أجل خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وهي جزء من أمن واستقرار أيضا المنطقة. نعم سيد أنور، أيضا يعني هذه الفعاليات تؤكد على الثوابت والمفاهيم التي ننقلها نحن كأبناء شعب فلسطيني من جيل إلى جيل آخر، وما أكد أيضا عليه شعاركم لهذا العام هو العودة حق. ما الذي سيشهده هذا اليوم من فعاليات في مناطق مختلفة من الوطن؟ قبل الحديث عن الفعاليات، الشعار المركزي لهذا العام هو أن النكبة جريمة مستمرة والعودة حق. فبالتالي نحن نعتقد أن النكبة بدأت قبل 48 وبلغت ذروتها عام 48 وتستمر إلى يومنا هذا، لآخر مجزرة حدثت في مخيم بلاطة البارحة صباح هذا اليوم أيضا في عسكر. كل يوم هناك مجازر وهناك نكبات متوالية تعيد إنتاج النكبة الفلسطينية في كل المناطق الفلسطينية، وآخرها أيضا في قطاع غزة وفي مخيم جنين مسافر يطا وفي القدس. كل ما يحدث هو إعادة إنتاج للنكبة الفلسطينية التي بدأت منذ وعد بلفور، واستمرت في فترة الانتداب البريطاني الذي أدى إلى تحطيم المجتمع الفلسطيني ودعم ميليشيات صهيونية جاءت إلى أرض فلسطين، وتدريجيا تم تسريب لهم كل مساحات واسعة من الأراضي وتأسيس دولة إسرائيل على حساب حقوق الشعب العربي الفلسطيني. اليوم في ذكرى النكبة نحن نعتبر هذا اليوم يوم مهم لانبعاث الذاكرة الوطنية، مهم لأجيالنا الشابة الجديدة التي تنفي مقولة أن الكبار يموتون والصغار ينسون. اليوم سيثبت شبابنا وأطفالنا عبر مسيرة العودة التي ستنطلق في مدينة رام الله من أمام الضريح الشهيد ياسر عرفات، اليوم ظهر هذا اليوم، بأن الأطفال لم ينسوا بل هم متمسكون، وأكثر تمسكا بحقوق اللاجئين وفي المقدمة منها حق العودة أكثر من الكبار وأكثر من الأجداد، لأنهم شربوا حب هذه البلاد جيلا بعد جيل. نعم سيد أنور، اسمح لي، أن تحدثنا عن الفعاليات التي ستقام في مدن الضفة الغربية يعني في فلسطين في الداخل المحتل، ونرى هذه الفعاليات امتدادها ليس فقط لهذا اليوم، بل يعني كان هناك بالأمس فعاليات وأول أمس فعاليات، وأيضا سيكون هناك فعاليات على مدار هذا الأسبوع، لكن ماذا عن الجاليات الفلسطينية؟ هل هناك تنسيق للعمل وبرنامج فعاليات معينة؟ طبعا هناك لجنة وطنية عليا تم تشكيلها بمرسوم من السيد الرئيس، وضعت وهذه اللجنة مكونة من كل الفصائل ومن كل دوائر منظمة التحرير ومن الأجهزة ومن الفعاليات الوطنية والشعبية، وضعت برنامج متكامل على المستوى المحلي على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي، وهذه الفعاليات منسقة ومرتبة، سنستخدم فيها نفس البوسترات نفس الشعارات ونفس الرسائل التي نريد إيصالها للعالم. فبالتالي هناك اليوم فعالية مركزية في رام الله، غدا هناك فعالية مركزية في غزة، هناك فعالية مركزية في صيدا في لبنان، هناك فعالية مركزية في مخيم اليرموك، هناك فعالية في بروكسل أمام الاتحاد الأوروبي، فعالية حدثت قبل يومين في لندن، فعالية كبيرة في لندن حدثت، وأيضا هناك فعالية من أمام مقر الأمم المتحدة، إضافة إلى رزمة فعاليات أخرى ليست مركزية ولكن متخصصة حسب القطاعات. كل مؤسسة برمجت فعالياتها تحت شعار في الذكرى 75 للنكبة، النكبة جريمة مستمرة والعودة حق. هناك فعاليات رياضية، فعاليات ثقافية، فعاليات داخل المدارس، الروضات،
في كل المرافق الفلسطينية والقطاعات الفلسطينية هناك فعاليات على المستوى المحلي والمستوى العربي والمستوى الدولي. تم تنسيق كل هذه الجهود مع الجاليات الفلسطينية من خلال دائرة شؤون المغتربين، وأيضا مع سفاراتنا من خلال وزارة الخارجية، ومن خلال الفصائل والمؤسسات والفعاليات والمنتديات الفلسطينية، ومن خلال شبكات التضامن مع شعبنا المنتشرة حول العالم. نعم، يعني أخيرا سيد أنور، اسمح لي، يعني في زمن السوشيال ميديا، في زمن مواقع التواصل الاجتماعي الأقرب وصولا إلى العالم اليوم، لأي درجة من المهم تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتفعيل وتوظيف هذه المنصات لإحياء ذكرى النكبة 75، وأيضا يعني ترجمة قصص، يعني قصص إنسانية للعالم يعني الخارجي، ليس فقط أن نحاكي الشعب الفلسطيني أو المجتمع العربي؟ تماما، كل يوم نقول أنه لا يجب أن نبقى نتحدث إلى أنفسنا، يعني نحتاج إلى مخاطبة العالم بلغة العالم. نعم. من أجل ذلك هناك جهود كبيرة لترجمة كل الشعارات وكل المواقف الفلسطينية، وإنجاز تظاهرات وفعاليات داخل البلدان الغربية وفي كل العالم من أجل إيصال رسالة واضحة لا لبس فيها. يجب أن نكف عن الحديث مع الذات وجلد الذات، مطلوب أن نتحدث مع العالم. ونعتقد وأنا متفائل أن هناك زيادة في رقعة التضامن الشعبي مع نكبتنا الفلسطينية ومع شعبنا الذي تعرض لهذه النكبة منذ 75 عام. أيضا هناك زيادة للرقعة للتعاطف والاعتراف الرسمي، وهذا الذي يحدث في الأمم المتحدة اليوم دليل على ذلك. وأيضا في يوم 23 على سبيل المثال السويد سوف تحيي إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية داخل البرلمان السويدي، وهذا إنجاز يبنى عليه، وندعو ونطالب باقي الدول ونعمل مع كل شركائنا في الجاليات والسفارات والفعاليات من أجل حث الدول على مزيد من الاعتراف ومزيد من حركة التضامن وتوسيعها مع شعبنا، ومحاسبة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ومعاقبتها على كل الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب العربي الفلسطيني منذ النكبة إلى اليوم. نعم، إذن اسمح لي إلى هنا أود شكرك جزيل الشكر سيدا أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.